وينضم معنا في الاستوديو المهندس سعد السلامة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. أهلا بك مهندس سعد معنا في هذه النشرة. بداية مهندس سعد، ما هو دور الهيئة في حماية المستهلك؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا سعيد أني أكون معكم اليوم مع الإخوة المشاهدين والمشاهدات. من واجبات الهيئة الحقيقة هي الاهتمام بالمستهلك، وجعلته محور اهتمامها ومن يعني أعلى الأولويات عندها. فمن منطلق المسؤولية المناطة بالهيئة أيضا أصدرت اللوائح والأنظمة اللي حقيقة تمكن المستهلك من معرفة حقوقه، ومن أيضا الحصول على الخدمة بجودة عالية وبموثوقية أيضا عالية. فمن الأشياء اللي أو من الوثائق اللي أصدرتها الهيئة دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وهو حقيقة دليل ينظم العلاقة ما بين المستهلك وما بين مقدم الخدمة، فيه الواجبات وفيه الحقوق اللي على المستهلك أنه يعرفها أيضا، للحقوق اللي له على مقدم الخدمة. الدليل موجود ومنشور على موقع الهيئة الإلكتروني. أيضا من الأشياء اللي أصدرتها الهيئة إجراءات معالجة شكاوى المستهلكين. أيضا سؤال لك فضل العمر، إن ما هي آلية الشكاوي المتبعة؟ الآلية كما اعتمدت أيضا، هو ابتداء المستهلك يتقدم إلى الشركة السعودية للكهرباء صفة مقدم الخدمة الرئيس هنا في المملكة. إذا حصل عنده مثلا اعتراض إما على مبلغ الفاتورة، إما على جودة الخدمة، على أي وجه من أوجه الخدمة التي تقدمها الشركة السعودية للكهرباء، فهو يتقدم ابتداء إلى الشركة السعودية للكهرباء. الشركة السعودية للكهرباء أيضا ملزمة بموجب الإجراءات أنها تدرس الشكوى وتعالجها خلال 10 أيام عمل. في حال أنه المستهلك لم يكن راضي عن النتيجة التي توصلت لها الشركة، في الحالة هذه من حقه أنه يرفع الشكوى إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. الشركة أيضا تدرس الشكوى من جهتها كمنظم، وتصدر أيضا نتيجة دراستها للشكوى خلال 10 أيام عمل أيضا. هذه هي المراحل. في حالة أيضا لكن ما هي التعويضات التي يستحقها مستهلك الكهرباء السكنية؟ الحقيقة التعويضات هذه بنيت على دليل أيضا أصدرته الهيئة، كنت يعني سآتي عليه، لكن بما أنك سألتي حاليا فأصدرت الهيئة أيضا دليل اسمه دليل المعايير المضمونة. الدليل هذا يتضمن مجموعة من المعايير التي يعني يجب على مقدم الخدمة، ونحن نتكلم عن الشركة السعودية للكهرباء حاليا، أن يلتزم بها. من هذه المعايير اللي هي وقت توصيل الخدمة الجديدة لطالبيها، الانقطاع أو إعادة الخدمة بعد السداد إذا فصل لعدم السداد، أيضا وهذه الجزئية تهمنا في الجانب هذا اللي هي دراسة الشكوى المتعلقة بالفواتير، أيضا محددة في المعايير، ومن ضمنها أيضا معدل الانقطاعات، من ضمنها تكرار الانقطاعات. فهي مجموعة معايير الشركة ملزمة بأنها يعني تستوفيها. وفي حال أنه أخفقت الشركة في الالتزام بأي من المعايير هذه، فأيضا يعني الشركة ملزمة بتعويض أو بدفع مقابل مالي لأي مستهلك أخفقت الشركة في تقديم هذه المعايير وفق ما هو معتمد. الشركة ملزمة بدفع مقابل مالي محدد لكل معيار. نعم، لكن أريد أن أكد عن ما هي آلية طلب التعويض؟ آلية تلقائية. يعني في حال أنه صار في إخفاق، المستهلك في الحالة هذه يعني ما هو مطلوب منه أنه يراجع الشركة. الشركة آليا تعوضه بموجب الإخفاق، بموجب أنها أخفقت في الوصول أو تحقيق المعيار. فيتم التعويض آليا. نعم آليا. وإحنا أيضا في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج نراقب التزام الشركة بما هو مذكور في المعايير المضمونة. نعم، شكرا لك مهندس سعد السلامة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج على جهودكم المبذولة. شكرا لك جزيلا. مرحبا، أهلا وسهلا.